واهم من يعتقد بأن الرد الإيراني سوف يكون من باب إسقاط الواجب عن كل محور المقاومة. وكذلك واهم من يعتقد بأن الرد اللبناني كما يسميه العدو أذرع إيران في المنطقة أنه سوف يكون كافياً للثأر لدماء الشهداء. لابد أن تكون الردود من ثلاثة أو أربعة عواصم عربية وإسلامية، كل بحسبه. الجمهورية الإسلامية سوف تقتص من نتنياهو من خلال الثأر لدماء إسماعيل هنية، ولبنان كما قال سماحة السيد حسن نصر الله بأننا ربما الآن ننشغل بمواجهة العدو وفق قواعد الاشتباك التقليدية، لكن هذه الضربات التي تحصل في كل يوم لا تغنينا عن الضربة النوعية التي تمثل ردا وانتقاما على اغتيال فؤاد شكر. يعني كذلك بالنسبة يعني لنا لا بس خلينا نتوقف عندها. يعني الضربة الأخيرة من حزب الله باتجاه الكيان الصهيوني لا تعتبر هي هذه لا لا على الإطلاق كذا سماحة السيد، ولهذا حاول أن ربما يزيل بعض الغبش الذي يحصل ربما في بعض الإعلام أو غيره. العمليات الرد الحالية هي جزء من الدفاع عن الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى اللي هي ضمن قواعد الاشتباك. أما الانتقام لفؤاد شكر سوف يكون ردا مزلزلا ونوعيا.